مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة لهذا اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات، ونبدأ من المواقع الأخبارية المحلية. والبداية من موقع الموقع بوست والذي اهتم بما يحدث للسجناء في محافظة دمار، وعنوان الموقع: أكثر من 180 سجينا في مركزي دمار يطلقون نداء استغاثة. وقالت التفاصيل: أطلق أكثر من 180 معتقلا داخل السجن المركزي بدمار نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية للوقوف معهم جراء ما يلقونه من تعذيب ومعاناة من قبل ميليشيا الحوثي وما يعيشونه من تجويع. ووفقا للموقع بوست، فإن المعتقلين ينتمون إلى مختلف محافظات الجمهورية، منها دمار والبيضاء ورداع، وكانت قد اختطفتهم الميليشيا قبل أكثر من شهرين في العديد من الطرقات أثناء عودتهم إلى منازلهم من السفر، وفقا لمصادر مطلعة. ينقل موقع التغيير نت عن العميد الركن صادق سرحان رئيس المجلس العسكري في تعز وقائد اللواء 22 ميكا أن قوات الشرعية تقف سدا منيعا أمام محاولات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المتكررة في اختراق الجبهات، رغم تكثيف الانقلابيين من زرع الألغام في مواقع وأحياء سكنية بصورة عشوائية. ويفيد سرحان أن الحوثي وأتباع المخلوع صالح في حالة انهيار وضعف بعد عدم تمكنهم من اقتحام المدينة وصمود أبنائها أمامهم وأمام ترسانتهم العسكرية. ومن عناوين الموقع أيضا: مستشار في الرئاسة اليمنية، الشرعية تؤيد أي مبادرة لإحلال السلام. وإلى موقع عدن تايم والذي تابع العديد من الموضوعات، منها: الميليشيا تفجر منازل عناصر المقاومة في القبيطة بلحج. وتقول التفاصيل أن الميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أقدمت صباحا على تفجير منازل عناصر المقاومة في مديرية القبيطة بلحج. وقال شهود عيان لعدن تايم إن الميليشيا فجرت صباح اليوم منزلي اثنين من عناصر المقاومة، وتطالب السكان بإخلاء منزل ثالث لتفجيره. عن السلام الدائم الذي يستخدمه البعض لإعادة ارتقاط الأنفاس وترتيب الصفوف، كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله ونشره موقع التغيير نت، وقال الكاتب في أجزاء منه: ما يجري على الأرض هو الطور الأخير لإضعاف كل المتحاربين، ليسهل بعدها إعادة تقسيم وترسيم البلاد وإدارتها بقليل من الجهد وكثيرا من الرضا والامتنان من الشعب الذي سيقبل بالأمر ما دام سيخرجه من دوامة العنف والدم التي قضت على كل أمل راوده في التغيير والثورة. بعد أعوام خمسة من التآمر على الثورة ومصادرتها وإدخال البلد في جحيم الفوضى والعنف والدم، لم يعد هناك طرف قوي باستطاعته الحسم عسكريا أو التفرد بالقرار، وإن الأطراف جميعها متورطة في لعبة أكبر منها، وقد تكشف للجميع بأنها ليست أكثر من أدوات عمياء بيد غيرها التي تمتلك وحدها قرار إدامة الحرب أو فرض السلام الذي تقول القرائن إن تباشيره لم تهل بعد. حتى مع تلك التطمينات التي تحاول أن تقولها مفاوضات الكويت بترهلها الزمني ورهان الدبلوماسية الناعمة عليها، أن تحقق سلاما مثل هذا لن يكون أكثر من سلام مؤقت، التقاط أنفاس ليس إلا، لأن إدمان الحرب والفوائد التي تجنيها مراكز النفوذ من استمرارها تجعل من السلام الدائم كذبة كبرى. موقع يمن مونيتور نقل تصريحات وزير الخارجية عبد الملك المخلافي والتي قال فيها: رؤية لحل الأزمة ستسلم من ولد الشيخ خلال يومين. وقال عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت: إن الرؤية أو خريطة الطريق أو خارطة الطريق التي عدت من قبل المبعوث الأممي لم تقدم إلى الآن، ومن المتوقع تقديمها خلال اليومين المقبلين. وتابع المخلافي: نقبل أن يكون الحوثيين جزءا من التسوية ومن مكونات شعبنا، ولكن في ظل ظروف ووضع طبيعي بعد أن يقوموا بتسليم السلاح وإلغاء الانقلاب، ما عدا ذلك من اعتقاد لديهم بأن كل هذه المطالب تم التخلي عنها فهذا مجرد وهم. ومن عناوين الموقع أيضا: بارجات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في حرض وميدي شمال غربي اليمن.
موقع المصدر أونلاين تابع تطورات الأوضاع الميدانية وقال 113 شخصا يسقطون يوميا برصاص الحوثيين، والحرب خلفت 6400 قتيل و 31 جريحا و 31 ألف جريح. ومن التفاصيل نقرأ، قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح إن 113 شخصا يسقطون يوميا على أيادي مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح، منهم 8 أطفال بحسب التقديرات. ومن العناوين أيضا إصابة ضابط وخمسة آخرين بانفجار قنبلة يدوية في عدن، وعنوان آخر أيضا إصابة 12 مدنيا وخمسة من المقاومة وقوات الجيش جراء المعارك والقصف في مدينة تعز. الوجه الآخر للسلام، تحت هذا العنوان كتب أمين اليافعي مقاله المنشور في يافع نيوز، وقال الكاتب في جزء من مقاله: بعد أشهر عديدة من الحرب وما خلفته من دمار وخراب هائلين، عاودت الأمم المتحدة مساعيها المضنية باستبدال طاقمها المشرف على المفاوضات، فتكللت الجهود بعقد لقاءين سابقين في سويسرا قبل أن تلتئم طاولة المتحاورين في الكويت، ولكن هذه المرة بحثا عن مخرج للعبور من مستقبل الحرب إلى سلامة المستقبل، ومع نفس القوى التي نقلت البلاد من حوار قيل أنه وطني إلى حرب لا وطنية مدمرة. قد لا تبدو الأمور عبثية بالنسبة لخبراء الأمم المتحدة وهم يرقبون عن كثب مثل هذه الانتقالات الصاعدة باستمرار نحو الهاوية، وهم مستعدون على الدوام للإدلاء بتخريجات بيانية أنيقة، لكن من واقع الحال كم بات يبدو مثل هذا السلام المزعوم غريبا وهزليا ويطفح بالعبثية واللا معنى، وما أقسى أن تفقد الأشياء معانيها بهذا الشكل المفرط. إلى الاشتراك نت والذي تابع العديد من الموضوعات، وعنوان طريق البنك المركزي اليمني للنجاة بالبلاد من الغرق، وعنوان من عدن أيضا انفجار عبوة ناسفة في الشيخ عثمان بعدن تزامنا مع انفجار مماثل في الحوطة بلحج، وعنوان آخر أيضا من لحج الجيش والمقاومة يصدان هجوما للميليشيا على كرش بالتزامن مع قصف متبادل بين الطرفين، ومن الجوف أيضا هجوم عنيف على المتون والمصلوب والشبكات المتقطعة في الجبهات الأخرى. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة القدس العربي والتي تابعت الشأن السياسي اليمني وعلقت: مشاورات السلام في مهب الريح والوفد الانقلابي يعيدها إلى نقطة الصفر والآمال ضعيفة في تحقيق أي تقدم قريب. وقالت صحيفة القدس نقلا عن العديد من المصادر إن مشاورات السلام اليمنية في الكويت دخلت منعطفا خطيرا لدرجة أنها أصبحت في مهب الريح بعد وصولها إلى طريق مسدود الجمعة الماضية، وأصدر وفد الانقلابيين في المشاورات بيانا صارخا نسفوا فيه كل الجهود الرامية إلى الدفع بمسار المباحثات إلى الأمام. وقال نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الفريق الاستشاري الحكومي إلى مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي للقدس العربي: في الحقيقة ليس هناك أي تقدم حقيقي في مسار المشاورات وفق أجندتها وجدول أعمالها. وأوضح أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن تحاول وضع بعض الأفكار وميزان هذه الأفكار المرجعيات بالنسبة لنا، أما الطرف الآخر الانقلابي فهو متعنت تماما ولا يريد إلا نزع السلطة الشرعية لشرعنة انقلابه. نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن عضو الوفد الحكومي المشارك في مباحثات الكويت عثمان مجلي نفيه أن يكون دار أي حديث حول مبادرة سعودية من 4 بنود لوقف إطلاق النار ب7 محافظات يمنية خلال الجلسات المشتركة بالمفاوضات. وقال مجلي في تصريح للجريدة: أتينا إلى الكويت للوصول إلى السبل السلمية في حل الأزمة وتطبيع القرار الأممي 2216، ولن نقبل بأي شيء خارج هذا الإطار مهما كان. وأشار إلى أن هناك
تعنتا أثناء الجلسات من الطرف الآخر، مستبعدا أن تكون هناك مبادرة حسنية من قبل الإنقلابيين. إلى صحيفة عكاظ التي اهتمت بأوضاع المدنيين في محافظة تعز وعنونت: تعز المقابر لا تصوم. وتقول الصحيفة السعودية إن المدنيين العزل في محافظة تعز يواجهون حرب إبادة وتجويع منذ أكثر من عام وسط صمت دولي. وناشد أطباء يمنيون في تظاهرة احتجاجية في تعز المجتمع الدولي بسرعة إنقاذ الجرحى والمرضى من الموت المحقق جراء انتهاء الأدوية وغاز الأكسجين ومنع المستشفيات أو منع الميليشيا دخولها للمستشفيات التي أغلقت 98% منها. بكاءات على أسوار سايكس بيكو. تحت هذا العنوان كتب عبد الإله بلقزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: إن أي نضال تخوضه اليوم الشعوب والقوى الوحدوية والديمقراطية ضد التفكيك والحروب الأهلية والفتن الطائفية والمذهبية وفيالق الموت من الميليشيات المسلحة هو في المطاف الأخير وفي حساب الأشياء نضال ضد سايكس بيكو ونتائجها الفورية والبعيدة المدى في الجسم الكياني العربي، نضال ضد محطة قد تكون الأخطر في مسلسل التفكيك الكولونيالي الذي أطلقته قبل 100 عام، وهي المحطة التي تمثل مدافعتها ومغالبتها والرد عليها رداً يلحق الهزيمة بها شرطاً لا مناص منه لضرب سايكس بيكو في حلقة رئيسية من حلقاتها. وبالمثل يكون أي نجاح لهذه الحلقة المحطة في تمزيق مجتمعاتنا نجاحاً للمشروع الذي حمل اسم سايكس بيكو. التجزئة لا يرد عليها بالتجزئة، وإنما بمشروع توحيدي وطني وقومي. أما هذه البكائية على أسوار سايكس بيكو فمضيعة للوقت وقمار سياسي بامتياز، وهي في أحسن أحوالها تمرين سيء على قول أبي نواس: وداوني بالتي كانت هي الداء. إلى صحيفة البيان والتي جاءت فيها: المقاومة تنتزع مواقع من أيادي الميليشيا في الجوف. وتقول التفاصيل: صدت المقاومة اليمنية هجمات للانقلابيين في محافظة الجوف وحررت مواقع جديدة منهم بعد مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. وذكرت مصادر الجيش الوطني إن الوحدات المرابطة في محافظة الجوف ردت على خرق الانقلابيين الاتفاق وقف إطلاق النار، وهاجمت مواقعهم في مديرية المصلوب وسيطرت على عدد منها. وبحسب المصادر فقد حرر الجيش الوطني مواقع حنتف الاستراتيجي قرب منطقة ملحة شمال المصلوب، فيما واصل الانقلابيون قصفها بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا. إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت: ضغوط قبلية تجبر الحوثيين على إطلاق 130 معتقلا. تقول الصحيفة: ميليشيا الحوثي أطلقت 130 شخصا ممن تم اعتقالهم بتهمة مشاركتهم بالقتال في صفوف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وتضيف الصحيفة: تأتي عملية الإفراج عقب ضغوط قبلية مارستها عدد من القبائل اليمنية في مختلف المحافظات عليها بالإفراج عن العشرات من أبناء هذه القبائل من سجونها. وعنوان آخر أيضا: مقتل مدني أمام محطة وقود في عدن. ونقلت الصحيفة عن شهود عيان أن محطة تعبئة وقود واقعة بالقرب من أستاذ رياضي لكرة القدم بمديرية الشيخ عثمان شهدت تبادل إطلاق نار بين عناصر مسلحة على خلفية الأولوية في تعبئة الوقود، ما أدى إلى مقتل مواطن بعدما أصيب بعيار النار في جسده. إلى صحيفة العربي الجديد والتي تابعت الوضع الاقتصادي وقالت: حكومة اليمن تسعى للسيطرة على إيرادات المدن المحررة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في مجلس الوزراء قوله: إن الحكومة تسعى للسيطرة على إيرادات المدن المحررة وقد بدأت خطوات عملية في هذا الجانب. وأضاف المصدر الذي طلب من العربي الجديد عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام أنه تم إدخال كيبل للألياف الضوئية على فرع البنك المركزي بمدينة عدن،
نظام مالي موحد، وذلك لربط فروع البنك المركزي في محافظة أبين ولحج وشبوة والمكلا وسيئون مباشرة مع البنك المركزي في عدن. وأوضح المصدر أن فرع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن سيكون بمثابة بنك مركزي للمدن المحررة، والحكومة ستواجه صعوبات في بداية محاولتها الاستقلال المالي على البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين. تجربة اللاجئين الألمانية الكبرى، تحت هذا العنوان كتبت الألمانية كونش ستانز مقالها المنشور في الشرق الأوسط، وقالت الكاتبة: ألمانيا على وشك الولوج في تجربة اجتماعية شديدة الراديكالية، وهي التي سوف تحدد ما إذا كانت موجة اللاجئين الضخمة التي اجتاحت أوروبا العام الماضي سوف تكون نعمة أو نقمة على القارة العتيقة. لا عجب أن الأجواء البرلينية الأسطورية والتي يحتفى بها في النشيد الوطني غير الرسمي للمدينة القديمة تبدو منعشة ومنشطة على نحو خاص في هذه الأيام. في الأسبوع الماضي ناقش المجلس التشريعي الألماني القانون الجديد بشأن التكامل، وهو أول قانون يصدر في البلاد بهذا الخصوص، ويلزم القانون طالب اللجوء بتلقي دروس في اللغة والثقافة والقيم الألمانية من أجل سرعة الوصول إلى سوق العمل. ولقد تعهدت الحكومة بدعم 100,000 فرصة عمل جديدة، الكثير منها خاص ببرامج التشغيل الحكومية المؤقتة منخفضة الأجور، وسيجري تخفيف قوانين العمل في البلاد من أجل تسهيل توظيف اللاجئين، لكن الوافدين الجدد من دون وظائف سوف يتعين عليهم المكوث في البلدية المخصصة لهم أول الأمر، وأولئك الذين يرفضون الالتزام بهذه القواعد يواجهون خطر قطع الدعم عنهم. ولقد قال وزير الداخلية الألماني في تصريح مفعم بالتشاؤم: لن تكون إقامتهم جيدة هنا بأي حال. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.